رغم التوافق الذي ظللها وأفسح المجال لتمريرها هادئة في غضون 20 دقيقة لا أكثر، إلا أن الجلسة العامة صباح الثلاثاء تحولت مناسبة لإطلاق المعارضة انتقادات باتجاه الحكومة إزاء تعاطيها مع الأزمة السورية، الأمر الذي استتبع برد قاس من قبل رئيس المجلس على لسان أحد نوابه. الجلسة حضرها رئيس الحكومة آتيا سيرا على الأقدام من السراي وقلة من الوزراء، وتم في خلالها التجديد لأعضاء هيئة مكتب المجلس وهم أمين السر أنطوان زهرة ومروان حميدي والمفوضون الثلاثة أحمد فتفت ميشيل موسى وسيرج تورساركيسيان، إلى جانب التجديد لأعضاء اللجان النيابية واستبدال بعضهم بآخرين، ما أفرز تعديلا في رئاسة لجنتين، سامر سعادة بدلا من أحمد فتفت في رئاسة لجنة التكنولوجيا، وأكرم شهيب بدلا من مروان حميدي في رئاسة البيئة. وبعد انتهاء الانتخاب أعلن النائب إلي كيروز أن كتلته، كتلة القوات اللبنانية، تقدمت بسؤال إلى الحكومة بشأن اختطاف مواطنين سوريين على الأراضي اللبنانية وتسليمهم لسلطات بلادهم خلافا للقوانين الإنسانية. ماذا ينوي وزير الخارجية والمغتربين أن يفعل في ضوء الشبهة حول دور السفارة السورية في لبنان في اختطاف الأخوة جاسم والمواطن السوري شبل العيسمي؟ ما هو موقف الحكومة اللبنانية من موضوع مشاركة ضابط من قوى الأمن الداخلي في خطف مواطنين سوريين على الأراضي اللبنانية وتسليمهم إلى السلطات السورية؟ النائب مروان حميدي وجه تحية للشعب السوري المناضل في وجه الظالم الذي تمتد يده للبنان لاختطاف اللاجئين وفق قوله، مشيرا إلى أن هذه القضية ستشكل عنوانا لحملة في كل المحافل. إن هذا البلد تدفي أسباب وجوده عندما يسلم أناس من أجهزته الأمنية لاجئين إليه، وليس موقف لبنان في الجامعة العربية إلا وصمة عار إضافية. وفي وقت كنا نعتقد أن على الحكومة اللبنانية أن تستدعي السفير السوري، فوجئنا بالسفير السوري وإذا به هو يدين بعض أفراد المؤسسات الأمنية اللبنانية الذين قاموا بواجبهم وفضحوا تجاوزات السفارة السورية. وردا على تصريحات حميدي وفتفت، خرج النائب علي بزي من مكتب الرئيس نبيه بري ليدلي بكلمة مكتوبة: آخر من له حق التكلم بالتبعية والاستتباع من اشتهر وذاع صيته في هذه الميادين، يعتبرون اللهث خلف وحول فيلتمان شرف وكبرياء وتمدن وتحديث وديمقراطية، بينما السعي لعمل عربي موحد متضامن ضد الهجمة المخططة لها من أسيادهم باتجاه سايكس بيكو جديد ولو تحت عنوان الديمقراطية عار. لولا تصريحات النواب بشأن الأوضاع في سوريا لكانت الجلسة العامة الأولى في العقد الثاني من الدورة العادية لمجلس النواب مرت رتيبة لا مغزى سياسيا لها. وإذا كان الرئيس بري قد حرص على تمرير هذه الجلسة في إطار توافقي، إلا أنه لم يستطع إلا أن يرد على كلام المعارضة بشأن سوريا في إشارة إلى حرب سياسية من المتوقع أن تستعر في الساعات المقبلة. من ساحة النجمة، جوني تانيوس، MTV.